أهلا بكم في صدى أقلام جديد، نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف العراقية والعربية والدولية، ونبدأ بعد الفاصل. في مقال نشره يقول كاتب جاسم الشمري في مقال نشره موقع عربي 21: من أين نبدأ في تناول الشؤون العراقية؟ من الربكة السياسية أم من الاغتيالات والتصفيات المتبادلة بين الإخوة الأعداء، أم من المجتمع الراكض نحو المجهول؟ لا يمكن لأذكى المتابعين والمحللين السياسيين مع حالة الانسداد السياسي القائمة أن يعرف إلى أين تتجه عموم الدولة ولا حتى المجتمع العراقي، وتتنامى ومنذ عدة أشهر حالة التناحر بين تيار مقتدى الصدر والقوى المتحالفة معه والإطار التنسيقي برئاسة نوري المالكي ومن اصطف معهم، وتأكد الجميع فشل الإطار وقبله التيار في تشكيل الحكومة، ولتبدأ بعدها مرحلة العبث السياسي أو لعبة المبادرات. وبعيداً عن شكل الحكومة المرتقبة، فهل من الحلول الناجعة الذهاب لإعادة الانتخابات البرلمانية وحل مجلس النواب لنفسه؟ وهل ستعاد الانتخابات دون الذهاب لإصلاح منظومة الانتخابات المركزية والمحلية بما فيها قانون الأحزاب السياسية؟ وهل سيوافق الصدر الفائز الأول على حل المجلس وإعادة الانتخابات؟ وهل سيوافق النواب الذين دفعوا ملايين الدولارات على دعايتهم الانتخابية الشرعية وغير الشرعية على ترك مقاعدهم؟ وبعيداً عن جميع هذه الاحتمالات أو الحلول، أتصور أنه لا يمكن أن يكون الحل بالعبث السياسي والزماني، بل بالبرامج الدقيقة المدروسة والقادرة على إنقاذ الوطن. إن حالة الموت السريري السياسي القائمة اليوم ربما ستدفع الجميع للقبول بالأمر الواقع قبل أن تنفلت الأمور من بين أيديهم وتذهب إلى مرحلة الفوضى، وبالتالي سيقبلون بإعادة الانتخابات البرلمانية. هذه المبادرات المتأخرة والمتناحرة ترافقها هذه الأيام مناحرات قانونية وشخصية وحزبية بين زعماء كتلة سياسية كبيرة، وربما ستقود إن لم يسيطر عليها لزلزال كبير ستصب نتائجه لصالح المالكي الحالم بقوة للعودة لرئاسة الحكومة للمرة الثالثة بعد العام 2005. وتبقى الأيام القلقة القليلة القادمة هي الحكمة في مصير مجمل العملية السياسية التي لم تنجح في ترتيب البيت العراقي. نشر موقع الهيئة نيت تقريراً حول المحاصصة في العراق وكيف كانت أداة المحتل وحكوماته المتعاقبة لهدر الحقوق وتبرير الانتهاكات. ففي أعقاب غزو العراق واحتلاله في عام 2003 تمت إعادة هيكلة المجال السياسي العراقي بشكل متعمد وعلني حول نسخة غير وطنية تمثلت بنظام المحاصصة العرقية والطائفية، وباتت الحكومات المتعاقبة تستخدم هذا النظام لتوزيع المناصب الوزارية لما يسمى بحكومات الوحدة الوطنية والشراكة الوطنية، حيث فرض الاحتلال هذا النظام في العراق بحجة توفير تمثيل حكومي نسبي بين مختلف الجماعات العرقية والطائفية في العراق. لكن معظم العراقيين يعتقدون أن النظام معيب للغاية ويجسد كل ما حدث منذ ذلك الحين، فالنظام أبعد الكفاءات وهدر الحقوق ونشر الفساد. عمل نظام المحاصصة على تمكين الأشخاص والأحزاب المشاركين في العملية السياسية الذين يدعون أنهم ممثلون ناخبيهم، ما أدى إلى الضعف المؤسسي والعزلة الواسعة للسكان عن الأحزاب الحاكمة التي شكلت الحكومات في العراق بدعم الاحتلال الأمريكي والتدخل الإيراني السافر. وتم الاتفاق على هذا النظام المجحف المبني على إحصاء افتراضي لتقدير نسبة السكان، وجرى تقسيم الوظائف على أساسه، وجرى أيضاً وفق هذا النظام التأكيد على الهويات الدينية والعرقية، وقد ضمن هذا النظام المشين هيمنة الأحزاب المشاركة في العملية السياسية على السياسة العراقية بعد عام 2003. واتفقوا جميعاً على العمل داخل نظام المحاصصة لترسيخ وتوسيع قبضتهم على العراق وجعل الغلبة لهم في كل الأحوال،
وخلقت المحاصصة حالة من التشارك والتوافق بين الأطراف المشاركة بالعملية السياسية. شملت هذه الحالة التستر على الانتهاكات والجرائم والفظائع المرتكبة بحق المدنيين في العراق، وسمحت للطبقة السياسية بمعاملة موارد البلاد على أنها غنائم، والعمل بنهج تبرئة المجرمين وتجريم الأبرياء، فاستشرى القتل والفساد ونهب ثروات البلاد خدمة للمصالح الضيقة للأفراد والأحزاب المتنفذة على حساب الشعب العراقي. ففي العراق قتل ما لا يقل عن 750 ألف مدني، وزج في غياهب السجون وزنازين الموت مثلهم يخضعون للتعذيب الوحشي الممنهج والإعدام، وغيب عشرات الآلاف من المواطنين، وهدمت عشرات آلاف المنازل، ورملت 4 ملايين امرأة. من صحيفة القدس العربي نقرأ مقالاً للكاتب وسام سعادة حول الانتخابات اللبنانية. تفرض الكتابة عن استحقاق انتخابي وصناديق اقتراع لم تقفل بعد الكثير من الاحتراز والتحسب والحذر، إلا أنه يظهر من مشاهد يوم الانتخاب المبثوثة أن مستوى التعريض بحقوق وحريات شرائح من الناخبين، أضف إلى شريحة من المرشحين والمندوبين، تجعل من هذا الاستحقاق وإلى حد كبير هو الأقل حرية ونزاهة على هذا الصعيد، مقارنة بالتجارب الانتخابية الثلاثة التي أجريت في أعقاب جلاء قوات الوصاية السورية عن لبنان. لقد أظهر هذا الاستحقاق بوضوح المنسوب العبثي من حصول انتخابات في بلد لا حاكمية القانون فيه على كافة أراضيه، والدولة شديدة المركزية ومتفاوتة الحضور في آن، بل نافرة الغياب، والإمرة ليست لها، والسيادة من غير صفاتها، وإن كثر تداول ملفوظ السيادة على الألسن في الخطابات. بل هي دولة خاضعة لأكثر من نفوذ إقليمي ودولي في وقت واحد، تتحايل على نفسها لأجل خدمة مرجعيات النفوذ الإقليمي والدولي المختلفة المتفاوتة من حيث القوة والخطورة وشكل الضغط، ولو أن النفوذ الإيراني يتميز عما عداه باختلاطه بظاهرة مؤدلجة بإيديولوجيا فوق إيديولوجيا، لأنها أيديولوجية ثورية دينية تنظر إلى إيران نفسها على أنها دولة الثورة الدائمة المهدوية المذهبية والأممية في آن. ظهر في انتخابات الأمس انقسام المشهد بين المناطق، في بيروت وجبل لبنان والشمال التهمة التي يتراشق بها المرشحون هي في عدم رفع الصوت كفاية ضد حزب إيران المسلح. معيار التخوين في هذه الحالة هو قلة الباع أو قلة الصدقية في مواجهة الحزب، ولأجل هذا مرشحون لم يعرف عنهم أنهم من الصناديد ضد الخمينية المحلية، رأيناهم بين ليلة وضحاها يطالبون بتسليم بل لم سلاح الحزب على جناح السرعة. أما في الضاحية الجنوبية والجنوب والبقاع الشمالي في مناطق النفوذ السلاحي المباشرة بمعيار التخوين هو بشكل معاكس تماماً إذا كنت تطعن بأحقية وديمومة هذا السلاح. ومعيار التخوين هنا إذا تجاوزت النقد الاقتصادي الإنمائي للثنائي أمل وحزب الله وهدفت على الحزب، وبطبيعة الحال التخوين عندما يقترن بهالة السلاح ليس كالتخوين في المقلب الآخر الذي يجري فيه التسابق على البراء من مهادنة السلاح. تساءل صحيفة نيويورك تايمز في تقرير أعده بن هبارد وهويدا سعد وأسماء العمر عن انتخابات اللبنانية يوم الأحد، وإن كانت ستحل مشاكل البلد الذي واجه انهياراً مالياً واقتصادياً، وقالوا إن سياسة لبنان تحدثوا في حملاتهم الانتخابية عن حماية السيادة اللبنانية ومكافحة الفساد وإصلاح الدولة، وتعهد قادتهم بنزع سلاح حزب الله الحزب السياسي لكنه أقوى قوة عسكرية في لبنان. هل ستحل انتخابات البرلمان مشاكل لبنان؟ الناخب ليس متأكداً، إلا أن هذه الانتخابات والوعود الانتخابية بعيدة عن تفكير محمد الصلبيني 57 عاماً،
والذي راقب حياته وهي تنهار خلال العامين الماضيين مع انهيار البلد، وأدى انهيار سعر صرف العملة اللبنانية أمام الدولار إلى انخفاض قيمة راتبه الشهري من شركة تأجير سيارات من 2000 دولار إلى 115 دولاراً في الشهر. ونظراً لفشل الدولة بتوفير الطاقة الكهربائية، فإن معظم راتبه الشهري يذهب لدفع فاتورة الكهرباء التي تصل البيت عبر مولد، وما يبقى منه لا يكون كافياً لتأمين الكماليات في حياته التي كانت حتى وقت قريب جزءاً من المتطلبات اليومية العادية. وتقول الصحيفة إن التصويت هو أول فرصة للرد وبشكل رسمي على أداء القادة السياسيين، ولهذا فما هو على المحك ليس من سيفوز في مقاعد البرلمان، ولكن السؤال الأكبر إن كان النظام السياسي في لبنان قادراً على حل مشاكل البلد والخلل الوظيفي الذي رافق الحكومة طوال السنوات الماضية. وقلة من المحللين ترى أن الجواب نعم، على الأقل في المدى القصير، فنظام الدولة المعقد الذي يقوم على 18 طائفة معترف بها وبتاريخ من النزاعات الأهلية يدفع الكثير من الناخبين لانتخاب أبناء طائفتهم حتى لو كانوا فاسدين، مع أن انهيار البلد وضع الكثير من الضغوط على النظام القديم. من المكسيك إلى فلسطين، أصبح الصحفيون في مرمى الأهداف القاتلة، إذ نشرت صحيفة الجارديان تقريراً لعدد من مراسليها قالوا فيه إن استهداف الصحفيين وقتلهم هو إشارة قاتمة عن حرية الإعلام. ويقول الناشطون إن زيادة القتلى بين الصحفيين هو التعبير الأكثر وضوحاً عن منظور الحرية الإعلامية في عالم يبدو دكتاتورياً بدرجة أكبر وأكبر. فبعد يومين اغتيلت صحفية الجزيرة شيرين أبو عاقلة، التي عملت لسنوات في قناة الجزيرة وغطت النزاع الإسرائيلي الفلسطيني، وعندما كانت تغطي عملية عسكرية في الضفة الغربية المحتلة، وبعد يوم من مقتلها ماتت الصحفية التشيلية فرانسيسكا ساندوفال 29 عاماً وهي تغطي احتجاجات يوم العمال بداية العام. وتذكرها زميلها جابرييل كاردوزو المصور في نفس القناة التلفزيونية سينا 3D لافا التي عملت فيها ساندوفال. كانت فرانسيسكا أماً وبنتاً عظيمة، وكانت واحدة من الناس تبحث عنك. وتقول الصحيفة إن وفاة الكثير من الصحفيين وفي فترة قصيرة أدت إلى شجب دولي والبحث في الذات في استديوهات مكسيكو سيتي والدوحة. وقال روبرت ماهوني المدير التنفيذي للجنة الدفاع عن الصحفيين إن كل عملية قتل محددة وجرت في ظروف مختلفة، ولكن هناك إطار مشترك بينها، وهو أن عام 2022 شهد زيادة في عدد الصحفيين الذين قتلوا. ومن الصعب الحديث عن رابطة مباشرة بين أي من عمليات القتل هذه، باستثناء القول ومواصلة القول. كما أعتقد أنه بات من الخطر ممارسة العمل الصحفي باستقلالية، وجزء من زيادة عدد القتلى بين الصحفيين هي الحرب في أوكرانيا، حيث قتل حوالي 7 صحفيين منذ اندلاع الحرب في 24 من شباط فبراير، وقتل آلاف من المدنيين في الحرب. وزيادة حالات استهداف القتل بين الصحفيين مدهشة، حيث قتل 11 صحفياً منذ بداية العام الحالي مقارنة مع 7 حالات في العام السابق. كشفت صحيفة واشنطن بوست في تقرير عن مخاوف جدية من تهريب الأسلحة الأمريكية من أوكرانيا أو وقوعها بأيدي مسلحين آخرين أو جماعات إرهابية دون الجيش الأوكراني، في ظل تدفق المساعدات العسكرية لكييف. وتأتي هذه المخاوف في وقت يتوقع فيه أن يوقع الرئيس الأمريكي جو بايدن في الأيام المقبلة على حزمة مساعدات أمنية بقيمة 40 مليار دولار تشمل صواريخ وقذائف مدفعية وطائرات مسيرة إلى أوكرانيا التي مزقتها الحرب. ونقلت الصحيفة عن متحدث باسم وزارة الخارجية دون ذكر اسمه
قوله إن الولايات المتحدة أجرت فحصاً شاملاً للوحدات الأوكرانية التي تزودها بالأسلحة، وفرضت على كييف توقيع اتفاقيات لا تسمح بإعادة نقل الأسلحة والمعدات إلى أطراف ثالثة. شككت الصحيفة في قدرة واشنطن على تتبع الأسلحة الأمريكية أثناء دخولها إلى أوكرانيا، التي تشتهر بتهريب وتجارة الأسلحة في أوروبا وفقاً للصحيفة. وتشير الصحيفة إلى تضخم سوق الأسلحة غير المشروعة في أوكرانيا منذ استيلاء روسيا على جزيرة القرم عام 2014، مدعوماً بفائض من الأسلحة السائبة والقيود المحدودة على استخدامها. ويأتي هذا الواقع غير المريح للولايات المتحدة وحلفائها كما تصف واشنطن بوست، وسط نداءات عاجلة من الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي لتوفير أسلحة المدفعية اللازمة لمواجهة القوات الروسية في شرق وجنوب أوكرانيا. وأثار التدفق غير المسبوق للأسلحة الأمريكية إلى أوكرانيا المخاوف من وقوع بعضها في أيدي الخصوم واستخدامها في صراعات مقبلة، حيث تشير الصحيفة إلى أن كييف ستصبح أكبر متلق للمساعدة الأمنية والعسكرية الأمريكية في العالم، حيث ستتلقى في عام 2022 أكثر مما قدمته الولايات المتحدة لأفغانستان أو العراق أو إسرائيل في عام واحد. وقالت خبيرة الحد من التسلح راشييل ستول: من المستحيل تتبع ليس فقط إلى أين تذهب الأسلحة أو من يستخدمها، ولكن كيف يستخدمها أيضاً. شهد العالم من أروع المناظر في السماء بظهور ما يعرف بالقمر الدموي العملاق، ففي خسوف كلي للقمر كانت الأرض بين الشمس والقمر، وعندما يقع القمر في ظل الأرض كاملاً فإنه يميل إلى الظلمة شيئاً فشيئاً إلى أن يصطبغ بلون أحمر يشبه الغسق. وظهر القمر أكبر من المعتاد لأنه كان في أقرب نقطة له من الأرض في محوره، ولذلك يطلق عليه اسم القمر العملاق. وللكاريكاتير أسلوبه الخاص في التعبير عن الواقع، فتابعوا معنا. شكراً لحسن المتابعة، أستودعكم الله.